اي واحد عنده الام في العمود الفقري بدايه لازم يلجأ للعلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي هيساعده في ايه؟ هيساعده في ان هو يظبط له، هيفيده في العضلات وهيفيده في الاعصاب. العلاج الطبيعي، العلاج الطبيعي في انه في نوعين من العلاج الطبيعي، علاج سواء العلاج اللي هو الفيزيائي اليدوي او العلاج الفيزيائي بالكهرباء والاجهزه. فهو في بعض الحالات بيحتاجوا الاثنين، وفي بعض الحالات بيحتاجوا العلاج بالاجهزه بس، او في بعض الحالات بتحتاج العلاج اليدوي لحاله بس كفايه، اللي هو العلاج اليدوي اللي هو تقويم العمود الفقري اللي هو بيسموه كايروبراكتيك. فده بيعمل عمليه ايه؟ بيريح العضل، بيريح العمود الفقري، وتلاقي كل حاجه بفضل الله سبحانه وتعالى. بس اهم حاجه عشان نركز، لو في مشكله في الحوض العلاج الكايروبراكتيك هو الوحيد اللي يقدر يظبطه. الكايروبراكتيك بيظبطه كويس جدا. لو في مشكله في الحوض، لو الحوض مقفول، لو الحوض ساعات بيتقفل كده سنه، تلاقي رجل طويله عن رجل لما تيجي تقيسها. هما الاثنين نفسهم، هما رجلين قد بعض، بس الله عز وجل خليهم قد بعض. بس هو المشكله في ايه؟ ساعات لما بيجي في زي كده تلاقي الحوض يقوم قافل سنه. لا، واحد مثلا بيحط رجله على رجل كتير، واحد قاعد لي قدام التلفزيون 3 4 ساعات وهو حاطط رجله على رجله وملوح، برضه دي ممكن تعمل له مشكله، تعمل له مشكله في ايه؟ في الحوض. فخلي بالك النقطه دي مهمه جدا يعني. بعد كده بنلجا للحجامه. نلجا للحجامه ليه؟ عشان لو في التهابات موجوده بنعملها حوالين العمود الفقري، عشان لو في التهابات في الفقرات الحجامه ما بتعالجش العمود الفقري. الحجامه مجرد اللي هي هتساعد في خروج الالتهابات اللي موجوده في المنطقه، وفي نفس الوقت هتبدا تعمل تنشيط للدوره الدمويه، لان الدم اللي هيخرج دوت هيبدا دم جديد، يجيب دم جديد محمل باكسجين جديد بفيتامينات جديده، ويبدا يخرج الخلايا لو في التهابات او كلام من ده، وفي نفس الوقت بيقلل الاحتقان اللي موجود على العصب اللي عامل المشكله وعامل الالم دوت. لما بيبدا ناخد بتعمل يتاخد الحجامه تبدا تقلل الاحتقان اللي موجود على العصب. فالحجامه هتفيد في النقطه ديت. فمعنى كده ان كل حاجه بتفيد في حاجه، حاجه هتفيد في العضلات، حاجه هتفيد في الاعصاب، حاجه هتفيد في في الدم عشان الالتهابات، فكله بيكمل بعضه. مع فيتامين بي 12، مع اوميجا 3، مع المغنيسيوم. المغنيسيوم قلنا عشان العضلات، فيتامين بي 12 عشان الاعصاب، وبنقول اوميجا 3 عشان نقدر نغذي سواء المفاصل او سواء الاوعيه الدمويه اللي خاصه بالغضروف ذاته يعني. ده مهم جدا. بعد كده لو في تقارير، في اشعه، كلام من ده مهم جدا لازم تتشاف عشان يتعرف التصنيف المطلوب، وايه اللي ممكن نديه للشخص دوت، او ايه اللي ممكن هم في العلاج الطبيعي ممكن يستخدموه معاه. طبعا الابر الصينيه هتفيده لو في مشكله في الاعصاب شويه يعني، لو في مشكله في الاعصاب. لكن المساج ممتاز جدا حوالين العمود الفقري. المساج حوالين العمود الفقري بيريح كتير جدا العضلات، ينشط الدوره الدمويه، وهيسكن الالم. فدي من الحاجات الكويسه جدا، وكفايه اللي هو هيعمل عمليه ليونه للعضلات، فهيخلي الجسم يبدا يتحرك بليونه. لان انت اول ما يصحى الصبح يقول لك، بعض الناس يقول لك انا بصحى الصبح مش قادر اتحرك. هو مش قادر يتحرك ليه؟ العضلات متيبسه، العضلات متيبسه، عايز شويه او في شويه التهابات. بيبدا اول ما بيبدا يتحرك شويه بيبدا الجسم يسخن، والالتهابات تبدا حراره الالتهاب بتبقى زايده شويه، والجسم فيه بروده شويه. فاول ما يبدا يتحرك كتير يبدا زياده السخونه ديت بتقلل الالم، وفي نفس الوقت ما بيحسش بالالم، ما بيحسش بالالم. في سؤال برضو جالنا خاص ب عنده خشونه في الركب وصعوبه في الوقوف من الركب، يعني في الام في الركب وفي خشونه وفي طقطقه، وقت صعود الصعود والطلوع بالدرج بيحس بالم، او وقت الصعود ووقت الجري. وطبعا هو عمل التحاليل والاشعه كلها سليمه، مفيش اي مشاكل، التحاليل والاشعه كلها سليمه. طبعا ده عباره عن التهاب في المفصل ذاته، يعني بيبقى التهابات في المفاصل، وبيبقى خشونه. خشونه يعني السائل السينوفي اللي ما بين المفاصل ده بيبقى قل، يعني الطقطقه ديت والخشونه ديت بيبقى السائل السينوفي، في سائل ما بين المفصل بيبقى سائل سينوفي، ده بيبقى ماده جيلاتينيه كده، ده بيعمل زي الزيت للمفصل المفصله. فده المفروض يبقى فيه خشونه، الغضروف بيبقى عامل زي السيراميك كده بالظبط، وما بينه السائل السينوفي